هنتكلم على أهم المصطلحات والمجالات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي. الغرض منها إن إحنا نوضح لك بس عشان بعد كده لما نيجي نستخدم الكلمات دي وإحنا إن شاء الله في الكورس نبقى فاهمين ده المقصود بإيه. هقولها بشكل مختصر جدا لأن كل موضوع منهم يستاهل شغل كتير وممكن كورسات أصلا لوحدها. لكن أول مصطلح حبينا نتناوله هو مصطلح بسيط اللي هو الألجوريزم، وده مصطلح مستخدم سواء كان في الإي آي أو حتى في مجالات البرمجة أو غيره. والمصطلح بتاع الالجوريزم هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن طريقة احنا بنستخدمها عشان نكتب تفصيل لأي فكرة موجودة عندنا. احنا بيبقى دايما عندنا افكار وعندنا لغة برمجة بنكلم بيها الكمبيوتر. الافكار بتاعتنا ديت هي لازم ما تبقاش يعني خزعبلية، لازم نكون لينا طريقة ما نوضحها بالتفصيل ونفكر فيها ازاي تتمثل بالتفصيل. فبنستخدم اسلوب الالجوريزم عشان نطلع كل الافكار اللي عندنا بشكل مرتب ومنظم وازاي نحوله الى بعد كده الى الكمبيوتر. وطبعا ميزه الالجوريزم انه بيتكتب اي لغه برمجه لانه هو عباره عن تكست بسيط بيسموه ساعات سودو كود، والسودو كود ده بيبقى عباره عن كود فيك كده او كود زائف كده بيوضح بس اللي في دماغنا بشكل ترتيب مسلسل ومنظم، وبيتكتب على اربع اشكال، نقدر نقول اربع اشكال اساسيه: انك تكتب التعليمات مباشره او الايكويشنز مباشره، والشكل الثاني انك بتستخدم التركيبات بتاعه الشروط الكونديشنز والتفرعات، لو كان كذا اعمل كذا، لو ما كانش كذا اعمل كذا، والشكل الثالث اللي هو الشكل التكراري اللوبس، الشكل التكراري ان احنا بنقول ولو حصل كذا ارجع تاني لف اعمل نفس الخطوات دي، ولو خلص كذا يرجع تاني اعمل كده، والبرامج الفرعيه او السب روتينز او الفانكشنز ان انت بتنادي على اجزاء شويه تكون فيما بعد تعلمها في البرمجه اللي هي اجزاء بتبقى بتقوم بعمليه معينه وبترجع لك قيمه معينه وخلاص. يبقى طبعا هي اتسمت الجوريزم من اللي يسموها الغرب نسبه لمحمد موسى الخوارزمي اللي هو العالم الرياضيات المعروف اللي ابتكر الاسلوب دوت، وهو اسلوب بسيط جدا بيشرح الكود تفصيلا او الفكر بتاعك تفصيلا، وبعد كده نقدر نحوله الى ايه؟ الى كود. ده مصطلح لما نقول الجوريزم تبقى انت عارف ان في خطوات تفصيليه لحل مشكله ما.